هيا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ حنبلش هلا بماده جديده يلي هي السيتولوجي او السيل بيولوجي. يعني ماده كتير حلوه. هلا حتى لو اخذتوا انطباعات غلط عنا، بليز اعملوا فورمات لكل شيء براسكم وبلشوا فيها من الصفر معي، اوكي؟ والله هي كتير حلوه عن جد، هي من اجمل المواد حتلاقوها انتم كمواد بيولوجي. يعني طيب، شو هي هيدي الماده السيتولوجي او هي السيل بيولوجي؟ من اسمها مبينه انا هي عباره عن ماده عم ادرس انا الخليه السيل، اوكي؟ طب شو بدرس فيها انا للسيل؟ بدرس الكومبوزيشن تبعه، يعني هي شو مؤلفه، شو الموليكيولز الموجودين بقلبها او الماكرو موليكيولز حتى وهيك اشياء ككيمستري عم نحكي. الستراكشر تبعه، الستراكشر للسيل اللي بيأثر على الفانكشن تبعه، حتى الفانكشنز للموليكيولز اللي موجودين بقلبها، يعني البروتينز، الكربوهيدرات، الاورجانيلز، شو الفانكشنز تبعتهم هودي والسيل كلها يعني، اوكي؟ هذا هدفنا من هيدي الماده. هلا طيب هتلاحظوا ما كتير بيمرق بهالمادة كيمستري، فبدي أول شي فك عقدة الكيمستري معكم. كيمستري كتير حلو، من أجمل المواد عنديها، ما في إذا عندكم إياها أنتم نفس الشي، بس نحتبوها لازم تحبوها غصب عنكم هن الآخر. طيب فأنت عم بلش نحا كيف تكوينت الحياة، نحن الأورغانيزمز، نحن كبشر، كمثلا أشجار، كنباتات، كما بعرف أي شي بكم بالحياة، من شو مؤلف هو؟ عم حكي ككائن حي، living being، أوكي؟ بتبلش القصة مع أتومز، ذرات، particles، أوكي؟ عملوا مع بعضهم binding، عملوا لي أنا molecules، مثلاً المي is a molecule، مثلاً amino acid is a molecule، أوكي؟ هودي هنا عبارة عن molecules، ككيمستري عم نحكي. المولكيولز بيجمعوا بعضهم بيعملوا لي ماكرو molecules، مثل مين؟ مثلاً البروتينز، هن عبارة عن ماكرو molecules مؤلفين من monomers يلي هن الأمينو acids، يعني أمينو acid حتى أمينو acid حتى أمينو acid حتى أمينو acid بيعملوا لي شيء اسمه ماكرو molecule يلي هو البروتين. طيب بروتينات او مجموعه ماكرو موليكولز بيعملوا لنا الاورجانيل، يعني بروتينات مثلا مع شويه كربوهيدرات مع شويه ليبيدز مع شويه ما بعرف شو بيعملوا لي انا اورجانيل، اوكي؟ فرضا مثلا جولجي ابيراتس از ان اورجانيل، ميتوكوندريا، ار اي ار، اس اي ار، يعني اندوبلازم كريتيكول مثلا نحكي، لايزوزومز، هو كلهم عباره عن اورجانيلز موجودين بقلب السيل، مش اورجان، اورجانيل يعني هن عباره عن عضي. شو بسموه بالعربي؟ ما في شو بسموه بالعربي صراحه، بس انه هيك شيء يعني بقلب السل. بيرجع هيدا المجموعة الأورجانيز، يعني هي عبارة عن بيكونوا لي السل أنا، يعني النيوكليس مع الميتوكوندريا مع هلا اللي عدتهم، يعني بيعملوا لي السل. طيب هون هيدا هاللفة عم نحكي على السيتولوجي. هلا مجموعة سلز تعمل لي تيشو، تيشو يعني نسيج، أنسجة، تيشوز مجموعة جمع، يعني عرفتوا كيف؟ هلا نحن عنا عادة نحن بجسمنا في عنا أربع تيشوز، نيرفس تيشو، الابيثيليال تيشو، والكونكتيف، والماسل، اوكي؟ هلا هودي التيشوز بس يجتمعوا مع بعضهم بيعملوا لي انا اورجانز. يعني اعطيكم اكزامبل، مثلا ستومك، ستومك هي نتيجه ماسل تيشو مع شويه نيرفس تيشو مع شويه بلاد تيشو، مجموعه يعني هيك خليط مع بعضهم، اوكي؟ هودي الاورجانز بيعملوا لي انا سيستمز، يعني انا مثلا دايجستيف سيستم مؤلف من اورجانز، اوكي؟ بعدين السيستمز مع بعضهم تعمل لي انا الاورجانيزم كله. هي هي هيكليه الاورجانيزمز. فانا من الاصل بلشت من اتوم، صح ولا لا؟ من هيدي الاتوم طلعنا عمرنا لوصلنا، تمام؟ فده هي بالنسبه للخريطه. عرفت ليش لازم احنا ندرس الكيمستري؟ طيب من وين اجت السل؟ بتعرفوها، هي عباره عن فيرتيلايزيشن صار عندي بين ماذر جاميت اند فاذر جاميت، اوكي؟ عملوا فيوجن مع بعض، اعطوني انا السل اللي هو الزايجوت. هون بلشت الحياه مع هالطفل الجديد، صار امبريو فيه 6 سطر ام. طيب السل عرفنا شو هي السل، هي مؤلفه من اورجانيلز ومايكرو موليكولز وخبريات. طب شو انواع السلز؟ عندي يوكاريوتيك سلز، حنحكي عنه بدي ان ديتيلز بالشابتر 3 تو سوري بالاحرى، بس هلا خلينا مره هيك على السريع. يوكاريوتيك سل وبروكاريوتيك سل. اليوكاريوتس هن هود حاطين لكم قدامك البلانت سل النباتات، الانيمال سل تاعت الحيوانات ومنهم بني ادمين، ما قصدي شيء بس انه قصدي منهم، يعني فيك تحط حد لهيومن سل، اوكي؟ بلا ازمه. الالجي اللي هن الطحالب وهيك اشياء، الفانجي اللي هن الفطريات، اوكي؟ هن كنا عباره عن يوكاريوتيك سيلز، يعني عندهم باختصار ترو نيوكليس، اوكي؟ عندهم نيوكليس نوات. البروكاريوتس هن عباره عن كل شيء ما عنده نيوكليس مثل البكتيريا، اللي هن كل انواع البكتيريا، اليوبكتيريا والاركي بكتيريا. هلا حتى نوت هون كتير مهمة، viruses are not cells. طب ليش منن cells؟ معناتها في معيار للسل، أنا إذا بدي أحدد هيدي سل ولا لأ بدي يكون لها معيار، فيها مواصفات محددة لحتى أقول عن هيدي سل، معناتها مش موجودين بالفيروس. طب ليش؟
تعالوا نشوفوا شو هن هول المعايير اللي نحطها للستايل. هن هول ثلاثة أهم من الريبرودكتيف ريبرودكشن بالأحرى. هي إيه؟ أوكي، هي أهم وحدة، هي أهم خاصية حتى نقول هيدي سال. طيب بنبلش من النيوتريشن. السال فيها بتعطي، بتاكل وبتعطي، يعني أصلا بتاخد موليكلز حتى تاكلهم مثل أكسجين مثلا مع جلوكوز حتى تنتج أنرجي أو هيك أو هيك أشياء، وبتعطي مثلا ويست سي أو تو، يعني بتاخد وبتعطي. ريبرودكشن يلي هي المين كاركترستكس أو مين فيتشر للسال، يلي هي تقدر تعمل تتكاتر اوكي بغض النظر شنو، وان كان سكشو ولا اي سكشو. بكره بتشوفوا الفرق بيناتهم بالبلانت ريبرودكشن، بس انه اجمالا فيها تتكاثر، يعني سل لحالها فيها تعمل مثلا ميتوسيس تكتر، مثلا البكتيريا فيها تعمل مثلا باينري فيشن تكتر كتر حالها. اوكي الفيروس ما فيني كتروا حاله، حتشوفوها النيتيز بتشابتر 2 برجع بقلكم، ما فيني هيك لحاله الفيروس ولا مثلا كوفيد 19 يجي يعمل هيك لحاله ريبرودكشن، لا بده يروح يتصلبط على هوست سيل. ما هذه الهوست سيل هي بتساعده انه يعمل ريبرودكشن، او هي بتعمل له اياها. عرفتوا كيف؟ يعني غصبا عنها اكيد مش حتكون بارادتها هي. الريتابيليتي يعني هي عندها ريسبونس، يعني مثلا بتحط لها شيء كيميكال لهيدي السيل بتقوم تعمل ريسبونس عكسه او شيء مضاد له، او ريسبونس لهيدا الكيميكال عملت لها اياه، او لهيدا الستريس عملت لها اياه. اوكي فها معنات كلمه الريتابيليتي. فاذا هود السيل هود الكاركترستكس او هود الفيتشرز لازم يتوفروا بس عندهم بهالشغله لحتى اقول انه هيدي هي عباره عن سيل. اوكي برجع بقول الفيروسز ما بيقدروا يعملوا ريبرودكشن، تمام؟ they are not cells. طيب هلا حيعملوا معكم بكل تشابتر عن اورجانيل، لما نحكي عن مثلا احكي عن ميتوكوندريا او احكي عن نيوكليوس او شو ما كان، مثلا اقول لكم والله هيدا الممبرين كان بيسين مثلا باللايت مايكروسكوب، سوري بالالكترون مايكروسكوب، بس مش باللايت مايكروسكوب. شو الفرق بيناتهم؟ المايكروسكوب العادي اللي هو هذا شايفينه قدامكم هيدا اوكي، او هو الاوبتيكال او اللايت، هيدا ما بيشع انه كثير ما فيكم تفوتوا بالالترا ستراكشر تاع السيل اوكي، او كاورجانيلز بالاحرى، سوري كاورجانيلز، الا اذا كانت الاورجانيل كبير مثل النيوكليوس مثلا الممبرين تبعه ممكن ينشاف بهيدا. اوكي الالكترون مايكروسكوب اللي هو بيجي هيك كثير كبير بينشاف اكثر، بيعمل زومينج اكثر. فبس هذا هو الفرق بيناتهم. اوكي لو نكون خلصنا احنا هلا الانترودكشن، المره الجايه حنبلش بشابتر 1. يلا تيك كير.